السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا وجزاكم الله. وإليكم يا رب. عندي سؤالين يا شيخ يعني بسرعة. اتفضل. زاد يا شيخ في واحد يعني صديق ليا يعني صاحب يعني لا يصلي. ويتزوج برضو واحدة لا تصلي. هل يجوز ليا أن أنا أحضر العقد؟ والعقد ما فيهوش منكرات يعني عقد في مسجد. يجوز. ليا أن أنا أحضر العقد؟ يجوز. يجوز. طيب يا شيخ السؤال الثاني.